السلام عليكم ورحمة الله، بس طمنوني إذا الصوت مسموع، يعني قبل ما أبدأ إن شاء الله، بس ابعثوا لي إذا الصوت واضح، إذا مش واضح يعني يبدو قد يكون في هناك مشكلة، ما مشكلة فنية إلى آخره. النور نوركم يا أصدقاء، فراس فارس عفوا. المهم بس الصوت واضح، أنا مش لحد الآن يعني يجب أن أتأكد أن الصوت واضح قبل أن أنطلق في بث. أول مرة أنا يعني أول مرة أجرب أعمل لايف لأتحدث عن الشأن العام، الشأن العام في الأردن طبعا، وراح يكون يعني لن أثقل عليكم، سأكون موجز قدر الإمكان، أتحدث عن مجموعة من النقاط بشكل مباشر دون لت أو عجن كما يقال في اللغة العربية الفصيحة. ولننافس إحنا صخر الدين الآن في البلاغة، يعني بصفته وزيرا للبلاغة، طبعا أقول ذلك مازحا ولست متهكما، بس خلينا ننتظر فقط دقائق بسيطة جدا قبل أن أنطلق، لأن أنا شايف الأعداد عندي ترتفع، يعني تقريبا 150 لغاية الآن، فيبدو أنه هناك اهتمام، يعني أرجو أن لا أخيب أملكم في هذه الليلة في هذا الفيديو. طيب بس ننتظر فقط دقيقة ثم أنطلق، يعني تحملونا شوي. طيب بما أنه الصوت تمام والعدد أصبح يعني أنا شرفوني الآن بحدود 255 صديق، والآن العدد يزداد، إذن خليني أبدأ أنا بموضوع اليوم. أنا والله بالمناسبة يعني ما كنت أفكر أبدا أني أطلع بلايف، لكن يعني ما يجري بالأردن وتيرة الأحداث المتسارعة، وهي أحداث للأسف الشديد هي التدهور الممنهج الذي يجري في الأردن، ولا يبدو أنه في واحد أو مجموعة من الذين يعني يتحكمون بخيوط اللعبة السياسية واعي بأنه في فجوة ما بين اللي يحكموننا وبيننا، يعني من هون ما بين السماء والأرض، يعني مش معقول أن نعيش في كل هذا النكران وكأننا نقرأ مسرحية شكسبير، مسرحية ماكبث، وأنتم تعرفون شخصية ماكبث وما جرى وكيف قتل في نهاية الأمر لأنه أصاب الغرور، وبالتالي لم يستمع للشارع، لم يعرف ماذا يقال عنه، ولم يفهم المشهد بشكل عام. هناك فجوة ليس فقط في الثقة، هناك فجوة معرفية، الذين يحكمون الأردنيين لا يعرفون الأردنيين، لا يعرفون تاريخ الأردنيين. أنا بس خليني أحكي في قضية، قبل ربما أشهر كنت أتحدث على جروب كان عاملين مجموعة من الأصدقاء، كان عددهم كبير جدا، يتحدثون عن الأردن، كان في وزير ثقافة سابق طالب رفاعي، يعني أنا عشان ما أحكي بغياب الناس، يعني خلينا نسمي الأسماء، وكان مروان المعشر أيضا، طبعا اثنين اصطفوا ضدي، وهذا مفهوم جدا لأنهم ينتمون إلى مدرسة سياسية معينة اللي هي الليبرالية الجديدة المتوحشة التي تنهك بالأردنيين، وهي المسؤولة مسؤولية تامة عما يجري في هذا الأردن. تصوروا أنه الأستاذ طالب الرفاعي، وأنا يعني هنا طبعا ليس في سياق النميمة، وأنا أفضل أن أتحدث عن الناس بأسمائها حتى يعطي ذلك مصداقية، ولعلهم يسمعون ويردون، يعني يكذبوني إن استطاعوا يكذبوني. بدأ حديثه الأستاذ طالب الرفاعي بالقول أن الأردن هو نشأة بريطانية، وأن الأردن نشأة الأردن، هو طبعا يتحدث عن النظام الأردني بقرار من بريطانيا طبعا، وتحدث عن كثير من القضايا. أنا صراحة شعرت بنوع من الخذلان، إنه هذا كان عندنا وزير ثقافة في فترة حساسة من تاريخ الأردن، وهو لا يفهم المجتمع الأردني ولا يفهم تاريخ الأردن. طبعا ساندوا في ذلك أيضا كان مروان معشر، وحتى اتهمني قال أنني أستعرض، قلت له أنت مضلل، أنت تضلل الشارع الأردني، أنا لا أستعرض، أنا أقول بأن الأردنيين موجودين قبل النظام، هي تاريخ، هذه حقيقة. ثانيا كان هناك يعني كان هناك المجتمع الأردني، وكان له مطالب، وكان في هناك حركة وطنية أردنية كانت أيضا تتطور في تلك المرحلة. فبالتالي الحديث عن الأردن وكأنه إسقاط كولونيالي بهذه الطريقة، أنا أعتقد أنه في تقزيم
للمجتمع الأردني وتقزيم لتاريخ الأردنيين، في حين يقول هؤلاء الناس بأنهم يمثلون الأردن وأنهم حكموا الأردن إلى آخره. طبعا أخذون للهاوي هم، هذا طبعا سيكون مدار فيديو آخر، لايف آخر أتحدث به عن هذه المدرسة التي وصلت إلى الحكم والتي كانت تريد أن يعني تضرب العلاقة التاريخية ما بين النظام والمجتمع، طبعا في نهاية الأمر لتطويع الأردنيين لقبول بصفقات إقليمية على حسابنا في نهاية المطاف. يعني خليني أقفز عن هذه القضية وأتحدث عن مجرى اليوم. اليوم جريمة قتل غير متعمدة مكتملة الأركان، يعني هذا أقل شيء يمكن وصفه، لأنه لا يمكن أن يقتل 7 من الأردنيين نحتسبهم عند الله طبعا، وهي مناسبة نعزي أهاليهم أهلنا بالسلط، يعني فيها أنا لا أعرف إن كانوا سلطيين لكن هم في مستشفى السلط أينما كانوا، وبصرف النظر عن أصولهم ومنابتهم لهم العزاء ونحتسبهم عند الله. لكن هذه القضية الجريمة القتل في لها سياق، يعني لم تأتي مصادفة، يعني مش صحيح إنه والله كما قال أحدهم اليوم على أحد الفضائيات يقول بأنه هذه غير مسبوقة، لا مسبوقة بمعنى أن الإهمال هو نتيجة منطقية للترهل الإداري اللي مسؤول عنه هذه الدولة الأردنية. أنا راح أحط الأمور في سياقها بشكل أوضح. شوفوا، في أنا من الجيل الذي كان يتغنى بالنظام الصحي الأردني، وكنا نفاخر الدنيا بالنظام الموجود في الأردن، النظام العلاجي، وكنا نتحدث عن سياحة علاجية في الأردن. وأنا ربما منذ الصغر، يعني وأنا صغير في السن، أتيحت لي الفرصة أن أعيش خارج الأردن لسنوات طويلة وطويلة، وكنت من الوطنيين الأردنيين الذين دائما يعني يشعرون بالفخر والفخار بالقيادة الأردنية، بالمجتمع الأردني، بالإنجازات الأردنية. وكنت دائما أجري نوع من المقارنة بين الأردنيين وبين الناس اللي حولينا في هذا الإقليم، وكنت شايف الأردنيين أحسن ناس بالفعل، هم ما زالوا هم أحسن الناس. كان عندنا نظام صحي ممتاز، كان هناك ما يسمى حتى يعني الطب العلاجي، يعني السياحة العلاجية، يعني يجينا ناس من الخليج أو يجينا ناس من دول أخرى يأتوا إلى الأردن لكي يتعالجوا لسمعة الأردن الطبية. طب حط قطاع الصحة على جهة، نجي على قطاع التعليم. كان خريج الجامعات الأردنية يحصل على وظائف في أي منطقة عربية، وأنا من خريج الأردن، أنا حصلت على وظائف بأمريكا، وأنتوا تعرفون ما في لي واسطة في أمريكا، ولا عشيرتي أو قبيلتي موجودة في أمريكا، ولا في واحد من قرايبي يعني ماخذ موقع ممكن أنه يسهل الأمور في أمريكا. أخذتها بما يسمى on merit، بمعنى بجدار، كان تجري منافسات، كان تجري مقابلات، ثم كنت أحصل على هذه الوظائف. فبالتالي يعني أنا مخرجات المدارس الأردنية، ومدرستي بحسبان لغاية الآن لما أرجع أزور البلدة أشوف المدرسة، دائما أحرص أن أمر على المدرسة عشان أتذكر إنه أنا جاي من هذه النقطة، وكنت دائما أخذ أولادي أنا من هون جيت. طبعا هم لا يصدقون ذلك، معقول أنت كنت تدرس بهذه المدرسة في مبانيها المتواضعة؟ لكن كان نظاما تعليميا ممتازا ومكننا من التنافس. لكن اليوم خريجين الجامعات الأردنية، وأنا أستاذ في جامعة أردنية وأنا أستاذ في أم الجامعات، أنا أتحدث هنا عن معرفة، أنا خريج الجامعة الأردنية غير قادر، فقد ميزته النوعية، ميزته التنافسية. فبالتالي يعني لا غرابة عندما يتقدم إلى وظائف في منطقة الخليج بيكون حظه متواضع جدا. طب هو السؤال، طب إحنا وين كنا وين صرنا؟ طب شو اللي صار؟ ما كل الأمم تتقدم، إيش معنى الأردنيين يتأخروا بهذه الطريقة؟ إيش معنى إنه الطالب خريج الجامعة الأردنية لا يستطيع أن يحصل على وظائف في دول كانت تستقبل الأردنيين ويتفضل الأردنيين ربما لاعتبارات ثقافية، لاعتبارات كثيرة جدا، لكن خريج الجامعات الأردنية لا يستطيع أن يحصل على وظيفة في هذه المؤسسات؟ أسباب واضحة تماما، تردد التعليم. طيب لماذا تردد التعليم؟ لماذا تردد الصحة؟ لما الملك حسين رحمة الله عليه توفى كان مديونية الأردن منذ تأسيس الإمارة إلى عام 99 كانوا 5 مليار، يعني تقريبا بثمانين عام مديونية الأردن منذ عام 21 إلى عام 99 عندما توفى الملك حسين رحمة الله عليه كان بحدود 5 مليار. الآن في آخر 20 عام ارتفعنا من 5 مليار إلى أكثر من 40 مليار. وأضيف أيضا من الشعر بيت أنه
الخمسة مليار المديونية اللي كان على أيام الملك حسين كان تضمنها بناء المؤسسات، بناء الجامعات، بناء المشاريع، قناة الغور الشرقية، الجامعات الأردنية، الكليات، المعاهد، المؤسسات، شركة الكهرباء الأردنية، الطرق، الميناء إلى آخره، الفوسفات، البوتاس، كل الموجودات، كل الأصول الموجودة في الأردن هي بنيت في تلك الفترة اللي بالنهاية انتهت بخمسة مليار مديونية. الآن احنا بعنا كل الأصول، بعنا كل الأصول، ومع ذلك أيضا ارتفعت مديونيتنا سبع مرات من خمسة مليار، وكان عندنا كل هذه المؤسسات، إلى أكثر من 40 مليار ومع هذه المؤسسات. فقدنا الميناء، فقدت الطيران، كل يعني أنا لو الآن من هون لبكرة أصير أسمي بالمؤسسات اللي احنا فقدناها وبعناها باسم الخصخصة، كان ممكن احنا ما نكمل من هون لبكرة. وللأسف طلع مدرسة من الليبراليين الجدد الذين يعني لهم علاقة ممتازة مع ديك تشيني، مع المحافظين الجدد الذين جاءوا لتصفية الدولة الأردنية. هم أصحاب فكرة أنه تغييب البرلمان، تذكروا لما أجي علي أبو الراغب رئيس الحكومة وغيبوا البرلمان 30 شهر، كان الفكرة الأساسية اللي كان يتحدث فيها أيام مع باسم عوض الله وكل هاي الجماعة أنه تغييب البرلمان، هو البرلمان كان يعيق الإصلاح. طبعا البرلمان لا يعيق الإصلاح ولا علاقة له لا بالإصلاح ولا بالتخلف، لأنه ديكور لا يقر لا يعني لا يعني لا يضر ولا ينفع، خلينا نحطه بهاي الطريقة. فبالتالي هاي المدرسة التي استطاعت أن تصل إلى السلطة، إلى مفاصل القرار في الدولة الأردنية، هي المسؤولة عن كل البيوعات، هي مسؤولية، هي مسؤولة مسؤولية تامة عن الفساد المؤسسي الذي لم يكن في الدولة الأردنية. فبالتالي نشأ نوع تحالف الفساد مع الاستبداد. يعني هو عشان الفساد يظل ماشي ويفرخ ويصير مؤسسة كبيرة جدا إلى آخره، السؤال هو بحاجة إلى حماية. طب من يحمي إلا المستبد؟ من هون نفهم هذه الشراكة. إذن نحن وصلنا إلى هذه إلى هذا الدرك الأسفل لغياب المساءلة. المساءلة ما كان ممكن تيجي إلا إذا كان في هناك حكومات تمثيلية تستجيب لرغبات الشارع، ويكون هناك في برلمان مستقل حر يعطيها الثقة أو يسحب عنها الثقة. الآن آلية إنتاج الحكومات أو آلية تشكيل الحكومات بآخر، طبعا هو دائما هيك، لكن بآخر 20 عام بشكل يعني بشكل غريب، يعني ما عاد الأردن يفهم لماذا جاء هذا. نفس الوزير لا يعرف لماذا جاء ولماذا خرج، نفس رئيس الحكومة لا يعرف لماذا جاء ولماذا خرج ولماذا طلب منه أن يقدم استقالته، لا يعرف ذلك. وشفنا اليوم أخونا بشر الخصاونة يعني كان وضعه بائس، يقول أننا نشعر بالخزي ونشعر بالعار، بهذا المعنى يعني يتحدث، ونتحمل المسؤولية الأدبية والأخلاقية والسياسية، ومع ذلك لا يستقيل، لأنه يعني أي واحد يسمع هذا الكلام كان يتوقع أنه في النهاية يقول فإنني أرفع استقالتي إلى جلالة الملك وخلصنا من هذا الموضوع. لكنه حتى هذا هو غير حر في اتخاذ هذا القرار، حتى لو راودوا هذه الفكرة هو لا يستطيع أن يفكر بها ما لم يأتيه أمر من الأعلى. إذن عندنا هذه المشكلة، مش آلية تشكيل الحكومات. آلية تشكيل الحكومات الملك هو الذي اختار رئيس الحكومة، رئيس الحكومة ربما له كوتة بسيطة جدا يجيب مجموعة من أصحابه، ثم تأتي مجموعة من الستيك هولدرز أصحاب الشأن اللي هم البرجوازية الفاسدة غير الوطنية، اللي هم رأس المال الذي تحالف مع السلطة على حساب الأردنيين. هؤلاء كل واحد له حصة في هذه الحكومة. فبالتالي أنا لو كنت وزيرا في حكومة أردنية من هذا النوع، فإنني أدين بالولاء لمن عينني في هذه الحكومة، وليس إلى الشعب، أي شعب. يعني أنا التقيت مع وزراء، والله العظيم أنا لن أتحدث ماذا يقولون عن الناس. مش بس إنه مش فاهمين الناس، في نوع من عجرفة، يعني شو هالقرف بهذا المعنى؟ إيش هذول الناس؟ يعني هذول نخبة خلقت لتحكم هؤلاء الناس، وحملونا جميلة أيضا، وهم أقل الأردنيين كفاءة. أنا تعاملت مع كل أصناف الوزراء في الدولة الأردنية من الجنسين، ذكورا وإناثا، متعلمين وغير متعلمين، إلى ومن كل، وطبعا هذا عابر لكل المنابت والأصول والمنابت. وبالتالي أنا كنت دائما أحزن أن الدولة الأردنية غير قادرة على دفع الوزير المناسب صاحب الكفاءة. طبعا لا تلوم الناس، لا تلوم هؤلاء الوزراء. لو كان في آلية إنتاج حكومة سليمة راح يطلع لنا وزراء سليمين. أما على المستوى الشخصي، على مستوى التعليم والمهارة، ربما يكون في عندهم
مجموعة من الوزراء الجيدين، لكن أيضا حدود العمل السياسي وآليات العمل السياسي لا تسمح له إلا أن يكون جزء من منظوم، هو لا يقرر السياسات. هناك نهج عابر لكل هذه الحكومات منذ عام 99 لليوم، هذا النهج واحد مرتبط بجهات أجنبية، صندوق النقد الدولي اللي بالنهاية أفقر البلاد والعباد. إذن هذا هو الخلل الأساسي في النهج، في آلية تشكيل الحكومة، غياب المساءلة الشللية المحسوبية، تحالف الفساد والاستبداد. وبالتالي نأتي إلى قضية اليوم. طب استقال وزير الصحة، هل هذا يكفي أم أنه كبش فداء؟ يعني أنا ما بدي أعالج نذير عبدات، يعني ما بدي أنا بمعنى مش أعالج، ما بدي أنا أعاقب نذير عبدات هيك لأنه والله مش عاجبني نذير عبدات، لا، هو طبعا تحمل مسؤولية أدبية والرجل محترم ومؤدب إلى آخره، طلب منه أن يقدم استقالة. يعني هو لم يعني مع قطمين على الأقل كان عنده القدرة والشخصية أن يقدم هذا الاستقالة، تتفق معه تختلف معه تقول أنه هو عبارة عن يعني قام في عملية مشهدية مسرحية ولا لا، والله يعبر عن موقف وطني الآخري، اختلف عليه الناس، لكن كان عنده الإرادة، كان يعني كان في عنده الفري ويل، الإرادة التامة المستقلة اللي يعمل هذا القرار، فبالتالي استقال. لكن هذا الوزير يعني مثل أغلب الوزراء أو جلهم لا يستطيع أن يقدم استقالة إلا من رحم ربي. اللي صار اليوم في الأردن مرة ثانية، وأنا هون راح أنهي لأنه أنا ما كنت أنا يعني مش حاب أثقل عليكم اليوم لأنه أول فيديو أطلع فيه. اللي جرى اليوم هو نتيجة منطقية لحالة التدهور لنهج، وهذا النهج أيضا مرتبط في قضية سأتناولها في فيديو آخر، وهو أن النخب التي حكمت مفاصل الدولة الأردنية في آخر 20 عام هي نخب وادي عربة، ونخب وادي عربة هي المرتبطة بمعاهدة السلام مع إسرائيل، بمعاهدة وادي عربة، وهي التي إذا لاحظتوا أنتوا كل الذين كانوا بالوفد المفاوض أصبحوا وزراء أو رؤساء حكومات، واللي ما طلع له ربما واحد حطوا عين لن أذكره عشان ما يصير فيه له إحراج لأنه لا علاقة له بما يجري الآن، حطوا عين هيك يعني ترضية، لكن كلهم أصبحوا وزراء وكلهم أصبحوا رؤساء وزارات وكلهم مرتبطون بشكل أو بآخر مع جهات أجنبية تريد شكل أردن أو مسمى الأردن الجديد. الأردن الجديد مطلوب إفقاره، مطلوب دفع الناس لطلب حل إقليمي على حسابهم، وهنا نتحدث عن تحويل الأردن إلى شكل آخر، شكل لا نعرفه، شكل لم نعهده، وبالتالي يمكن أن في حينها تأتي الاستثمارات وحينها يكون هناك نوع من الرخاء، ربما طبعا الرخاء راح يكون هذا الرخاء لفترة 10 سنوات ثم تعود المشكلة مرة أخرى. المؤامرة على الأردن هي داخلية، جزء منها عن وعي، وأنا هنا أتحدث عن التيار الليبرالي الجديد في الأردن. هذا التيار الليبراليون الجدد في الأردن هم يستهدفون الأردن، يستهدفون أمن الأردن، يستهدفون هوية الأردن بمسميات حداثية ليبرالية، يعني هم في جوهرهم ليبراليين حداثيين، في مظهرهم لكن في جوهرهم هم إقصائيين، هم ينفذون أجندات خارجية. اللي صار اليوم في السلط هو نتيجة منطقية لهذا النهج. يعني احنا نسأل الله أن تكون هذه خاتمة مشاكلنا وخاتمة أحزاننا، لأنه في أرواح أيضا أزقت بهذه الطريقة. لكن أيضا الحلول، يعني تكلم دكتور عن الحلول وليس التشخيص، كتبنا عنها كثيرا. الحل إذا أردت الصحيح أن الحل أن نأخذ من الملك حق تعيين رئيس الحكومة. يعني الملك له 20 سنة يعين، وكل خياراته خاطئة، كلها خاطئة، ما في رئيس حكومة يجمع عليه الأردنيين أبدا، وتحت هذه الخيارات جرى الفساد وجرت السرقات وجرت كل الذي جرى. الآن الحل أن يكون هناك قانون انتخاب يحترم الأردنيين، لا يتم تزوير انتخابات، ينتخب الأردنيين ممثلينهم، وهؤلاء الممثلين يشكلون حكومات، هذه الحكومة تكون مسؤولة أمام الناس، أمام مجلس النواب الذي هو مسؤول أمام الناس. عندها يمكن أن تأتي حكومة مثل حكومة سليمان النابلسي في عام 56 التي كانت تقول لا للملك، واللي كان في عندها تصور، واللي كان في عندها نهج، هلا مش بالضرورة تتفق مع هذا النهج بالمناسبة، لكن ما لم يصبح الشعب هو المصدر الوحيد للسلطة، وهو الذي يعني يعز ويذل بهذا المعنى، هو الذي يعطي الثقة ويسحب الثقة، احنا الأردنيين إن لم نقم بذلك ونبقى دائما ننتظر من شخص واحد ثبت في آخر 20 عام بأن كل خياراته خاطئة، نحن راح نستمر بنفس المشكلة. هذا ليس انتقاصا لا من رأس الدولة ولا من غير هذا، في كل دول العالم التي تقدمت هي تقدمت فقط عندما كان فيها نظام
قائم على التوازن بين السلطات وليس التغول على كل السلطات. لا يوجد شخص أكبر من الدولة، لا يوجد شخص مين مكان أكبر من الأردنيين ولا أكبر من تاريخهم. أي شخص هو قزم قياسا بالأردنيين، وبالتالي يجب أن تكون القوانين الناظمة للعام السياسي تعكس هذه القضية على وجه التحديد. مرة ثانية أنا يعني أود أن أشكركم على فيديو قصير، لأن استهلال إن شاء الله يكون يعني له أيضا فيديوهات لاحقة نتحدث عن قضايا مختلفة تهم الشأن الأردني، لكن أنا مرة ثانية أنا همي هو همكم، هم الأردنيين بشكل عام. لا أزايد على أحد بالمناسبة ولا أريد شيئا، أنا لا يعني أنا مش طالع فيديو عشان بكرة يجيبوني، بنعرض عليه أشياء كثيرة كنت أرفضها لأنني لا أقبل أن أكون جزء من 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 هذه التركيبة لأسباب كثيرة جدا. وفي عنا مشكلة إنه إحنا أيضا، وسأتحدث عن ذلك في مرة ثانية، عنا مشكلة بتحالفاتنا. يعني أنا أول مرة أشوف واحد، أشوف بلد، أشوف نظام يصر على تحالفات تستهدفه بشكل مباشر، يعني بشكل مباشر وعلنا، ولا نملك القدرة على أنه إحنا نرفع رؤوسنا، في حين أن الأردنيين الذين قدموا الشهداء، الجيش الأردني الوحيد الذي انتصر في 5 معارك ضد الإسرائيليين الوحيد في عام 48 في اللطرون، قوش عدسيون، القدس، باب الواد، الكرامة، هاي المعارك اللي خضناها وانتصرنا فيها على الجيش الإسرائيلي. بني مورس الكاتب الإسرائيلي الكبير المؤرخ، أهم مؤرخ في إسرائيل، قال أن الجيش الأردني هو الوحيد الذي لم يخسر أي معركة استثناء 67، ودخلنا 73 وقدمنا الشهداء. هذا هم الأردنيين. الأردنيين عندهم مقدامين، عندهم الشجاعة وعندهم الإحساس بوطنيتهم، وعندهم إحساس أيضا بالتزاماتهم القومية، ولم يبخلوا لا على الأردن ولا على غير الأردن عندما دقت ساعة الصفر، وعندما احتاجنا سواء الوطن ولا غير الوطن. هؤلاء الناس يستحقون أن يحكموا أنفسهم. هؤلاء الناس يعني قادرين على أن يختاروا ممثلهم بشكل صح. لو كان هناك نظام، لو كان هناك الثقة، لو كان هناك ثقة بالمؤسسات، لو كان هناك ثقة بالبرلمان، لاختار الأردنيين الذين في واحدة من الانتخابات كان أحد الأردنيين يترشح عن القدس، وهو كركي، وكان أيضا يتم انتخابه، ونتحدث عن يعقوب زيادين. وكان هناك حراك سياسي، لا في أحزاب سياسية، مش أحزاب كرتونية كما نشاهد الآن، هذول دكاكين بالمناسبة. يعني أنا لا أحترم أي حزب باستثناء حزب العمل، جبهة العمل الإسلامي، على خلاف معه، يعني أنا لا أصوت له لكن أحترمه. الأحزاب الثانية دكاكين، منتفعين، ثم يتحدثون عن التمكين السياسي ويحطوا لك وزارة التنمية السياسية، ويجي موسى المعايطة ويجتمع فيهم. عن جد بالله، يعني أنت يعني هل وصلت درجة الاستخفاف بالأردنيين إنكم تفرضوا عليهم أحزاب لا تمثلهم ولا تمثل، وما فيش عندها برنامج؟ بالتالي الإصلاح بالأردن لا يأتي وفقا لوجهة نظر الملك توب داون، يعني من الأعلى للأسفل، لا، الإصلاح مجتمعي، يبدأ من التعليم، يبدأ من الصحة، يبدأ من تمكين الناس، يبدأ من المدرسة ثم ننطلق. لكن حتى المدرسة الوحيدة اللي فيها المعلم، اللي أنا شخصيا أنا ما عمر شفت معلم درسني إلا أشعر بالتواضع أمامه، أشعر بأنني قزم أمامه، حتى وإن تجاوزته معرفيا. كثير من المعلمين اللي درسوني بالقرية إلى آخره تجاوزتهم معرفيا بحكم الفرص، مش بحكم أن أنا أفضل منهم ذهنيا، بحكم أن أنا درست وطلعت وتغربت وتعلمت لغات إلى آخره، ودرست في جامعات أمريكية بدل جامعة تنتين، وعدت إلى الأردن بحصيلة وبإكسبوجر عالي، وألتقي فيهم الآن، لكنني أشعر بأنني قزم، لأن هم الذين علموني أخط الحرف، هم الذين زرعوا في هذا الفضول المعرفي. هؤلاء الناس يتم استهدافهم في نقابة لم تقم بأي شيء إلا أنها قامت بدور وطني وتبرعت بنص مليون دينار في صندوق همة وطن، الذي لا نعرف أين ذهبت هذه المصاري، في وقت كل دول العالم أمنت لمواطنيها اللقاح. أنا في قطر أعطوني اللقاح، وأنا مش مواطن قطري، في حين أن الحكومات الأردنية ما زالت تنتظر الكوفاكس، عبارة عن يتوسلوا، وكأن هناك في مكرمة دولية ستأتي الأردن وتحل مشكلة الأردنيين. ما يحرث البلاد إلا عجولها يا أخوان، هذه علمونيها بالقرية وحنا صغار، ما يحرث البلاد إلا عجولها. لا تجيب لي فلان ولا فلان الطارئ ولا فلان الكذا وتلعبوا لعبة الكراسي الموسيقية والاستبدال، هذا هون جيبوا هذا وزير إعلام، والله ما بدنا أودي سفير مصر، بس اللي كان سفير مصر جيبوا حطوا محله. إيش هذا؟ يعني إلى هذه الدرجة وصلت استخفاف بالأردنيين؟ الأردنيون الذين منحوكم كل وتحملوكم ومولوا فسادكم وإهمالكم يستحقون أفضل. تعيش الأردن. سلام.